بداية، ما الذي تعيده هذه الذكرى أو هذه الأحداث، أحداث 21 أكتوبر عام 1964؟ غدا الخميس 21 أكتوبر 2021 بصادف الذكرى 57 لثورة أكتوبر المجيدة، تلك الثورة التي اختلعت نظام دكتاتورية نوفمبر 1964، وتلك الثورة التي كانت لها القدح المعلى في استعادة الديمقراطية وفي مواجهة الاستبداد العسكري، وتلك الثورة التي شارك فيها أو شاركت فيها كل قطاعات المجتمع السوداني، وهي تعيد مأثرة تاريخية كبيرة جدا في تاريخ الشعب السوداني. غدا شعبنا يكرر هذه المأثرة بالاحتفال بهذه الذكرى التي تأتي في ظروف سياسية معلومة للجميع، ظروف انسداد سياسي وأزمة سياسية في تقديري هي أزمة مفبركة، أزمة مصنوعة صنعها المكون العسكري بعد الانقلاب الفاشل المدعوم في 20/9، وهي أزمة يبدو أنها اختارت التوقيت هذا لتقول أن هنالك خلافات جوهرية في إدارة الفترة الانتقالية، وهذه الخلافات يعني أظهرت هذه الأزمة بشكل مصنوع جدا، بالرغم من أن العناوين التي تحويها هذه الأزمة كانت سابقة لهذا التوقيت، حيث التفلتات الأمنية التي سبقت هذا التوقيت، ثم جاءت صفحة الانقلاب، ثم جاءت صفحة 16 أكتوبر، التجمع الاعتصام الذي يقوم الآن، الاعتصام الخديج أنا قاعد أسميه، الاعتصام الخديج الذي يقوم الآن أمام مقر القصر الجمهوري بدعم مباشر جدا من المكون العسكري وبعض الحركات المسلحة للأسف، التي هي جزء من شركاء السلام وجزء من الحكومة نفسها.